القرص الطريه احنا بنعملها زي ما اتصلت الحاجه من شويه والدتنا قالت الشرش دي لازم لبن رايب عشان القرص الطريه تطلع معاك طريه وحلوه. طبعا يعني انا عشان نتكلم الصراحه يعني لما اجي ناكل القرص الطريه مش الشيف يعملها في البيت، بنعملها بناكلها من ايد امهاتنا خالاتنا عماتنا الحاجات الحلوه دي. فبتعملها بالشمر، تعملها باليانسون، تعملها بالسمسم زي ما انت عايز. احنا معانا سرفيز او معانا صاج او صينيه عجينه هي زي الفل بنخبزها بالشكل ده كده. ده طبعا قبل بتتحط كده تتخمر وبتاخد خميره عادي خالص واللبن الرايب والدقيق والمقادير على الشاشه. نستاذنك يا استاذ رحاب مقادير القرص الطريه على الشاشه بتفاصيلها عشان نقدر نعملها، وبنخبزها بالشكل اللطيف ده كده زي الفل. تمام، خلونا دلوقتي نعمل شويه معمول حلوين كده مع بعض، لان عايزين نعمل المعمول بالجوز ومعمول بالعجميه. ومقادير القرص على الشاشه بسيطه وسهله. المقادير معانا دقيق، معانا لبن رايب، خميره، تقدر عايزه تحط شويه شمر شويه ينسون ماشي شويه سمسم، والبيكنج باودر عشان تبقى العجينه هشه ولطيفه وزي الفل. وجود البيكنج باودر في القرص بيخلي لك العجينه عجينه اسفنجيه. انا هفتح لك دلوقتي مع بعض ونشوفها مع بعض اهو زي الفل. ده كحك معانا جاهز مخبوز اهوت، نخليه هنا كده. السرفيز مليان والحاجه كتير عيني. حاضر. طيب انا عايز اكسر لك واحده كده، ايه رايك تشوف التفاصيل ديت اهي؟ اشوف ليه البيكنج باودر يا شيف، ليه البيكنج باودر؟ اه ليه وجود البيكنج باودر في القرص الطريه؟ عشان تديك المسام الاسفنجيه جوه كده، تبقى العجينه طريه ولطيفه ما تبقاش مكتومه. الخميره بتعمل الجو ده، بس وجود البيكنج باودر والدليل على كده لما بنحطه في الكيكه بتخليها كيكه اسفنجيه اهو. فالقرص ده مهم جدا مع وجود اللبن الرايب طبعا ده مهم. خلونا نغرف السرفيس ده كده مع بعض سريعا عشان نفضل نفسينا مكان. اللهم صل على النبي. كوبايه شاي حلوه الصبح، شاي بالحليب مع قرصتين حلوين كده، نعيد على بعضينا. كل سنه وانتم طيبين اهو. دي القرص، ونوسع الصاج علشان نخبز فيه كحك العيد.